اهلا ومرحبا بكم مشاهدي سوداني 24 متابعي مجله معايش الاسبوعيه. التحيه لكل متابعينا من داخل من خارج حدود الوطن الحبيب، والتحيه ايضا لكل الناس الحريصه انها تتابعنا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده، عديد من الفقرات والموضوعات نبداها كما عتدنا دائما وابدا باسواق. خليكم معنا. كيلو طماطم عندنا ب 150 جنيه، وعندنا كيلو البطاطس ب 350 جنيه، عندنا كيلو الاسود ب 150 جنيه، وعندنا العجور والفلفل حسب الطلب، عندنا كيلو الفلفليه ب 600 جنيه، وعندنا كيلو الجزر الكيلو ب 300 جنيه، عندنا الباميه الكيلو ب 600 جنيه، عندنا البصل الابيض الكيلو ب 400، العجور القطعه ب 100، يعني خضارنا رخيصة جدا. الأيام دي مدخل بتاع موسم، والناس شوية كده يعني خاف متخوف كده من إنه الأسعار تكون فيها ارتفاع وكده، لكن منطمنهم يعني أقول لهم والله إن شاء الله سخى ورخى في الشهر الجاي ده. وبالنسبة للموسم الخاش عندنا يعني هو المانجا بتاعته وجبيها بالكرتونة بالدستة، يعني بل عندك زي ما هنا بأي حاجة دستة الآن عندنا متفاوتة. عندنا الهندية دي لسه بشاير بتاعت خضار كده، لكن وجبيها دي أقل بالموسم، كرتونة بأربعة دستة بخمسمية كده. عندنا ياهو التفاحة، عندنا الإيراني، عندنا فرنسي، عندنا الجريب فروت، جريب والبرتقال دي نهاية موسم، لكن بنامل انه حيخش برتقال جبل مرة بسرعة وبعض من المستورد، والحمد لله ان شاء الله الموسم حيكتمل ونكون في امن ان شاء الله. الناس ما تتخوف يعني، هسي في زباين كده بقول لي يا اخي ها حيكون كيف تشتري لنا من هسي وكده، ناس بيفرزن وكده، لكن انا بقول لهم ده موضوع بتاع خلع ساعة يعني الناس تصبر، لكن الحياة إن شاء الله تتظبط. عندنا كيلو العظم ب 1800، كيلو الصافي ب 2500، كيلو المفروم ب 2400، والسوق اللامي دي تعبان زي ما انت عارف، ناس بقت مضغوطة ومعذورة، السوق بقى واقف عامة. أتمنى من ربنا الحال تتصلح، والأسعار الغالية دي احنا ذاتنا ما بتنفع معنا، لأنه سوقنا ما بيمشي. نظرة عامة للسوق نقدر نقول إنه ارتفاع جنوني جدا في أسعار المواد التموينية، ولا سيما السلع الأساسية. السلع الأساسية اللي بيحتاج لها كل منزل زيادة، نقدر ممكن نقول 400% زياده بتاع التضخم في الاسعار. اذا تطرقنا مثلا لواحده من السلع الاساسيه اللي احنا مقبلين الان على شهر رمضان الكريم، السكر مثلا. السكر ال 10 كيلو من 3300 و3400 الان وصل 4.5، يعني غرابه ال 1000 جنيه زياده في سعر السكر 10 كيلو. ال 50 كيلو ما في سعر ثابت، بقينا زي البورصه بتاعت الذهب، الصباح يدوك سعر، المساء الظهر سعر، والمساء سعر. الان 5 كيلو ب 25000، سكر 50 كيلو ب 25000، كنانه المستورد ب 24000. في عدم تحكم في الاسعار، وده بنعزيه لارتفاع الدولار، ارتفاع مفاجئ وجنوني جدا للدولار، اكيد حينعكس على اسعار السلع. الزيوت فيها ارتفاع ما يعني زي 30% زياده في اسعار الزيوت. ليله زيت التسعار طول اللي هو 4 لتر مثلا وصل 6000، يعني من 4000 وصل ل 6000، سعر زاد 2000 جنيه في سعر القاروره التسعار طول. الالبان دي زيادتها 60% زياده في اسعار الالبان. اللبن كان ب 7000 الان ب 10000 ب 11000، وما في تحكم في الاسعار. يومي على الله، يومي الاسعار ماشيه زايده. والله احنا بنقول انه عدم التحكم في السوق ده بنعزله تجار الاجمالي. تجار الاجمالي متحكمين في السوق،
بالذات سعر السكر والألبان والزيوت متحكمين فيها التجار الإجمالي اللي هم بيستوردوا السلع دي، وعدم دور الحكومة ما واضح نهائي في 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 السوق، دور الحكومة ما واضح، غايب تماما. دولار كل يوم فيه سعر كل يوم زايد، وزيادة الدولار طبعا أكيد حتؤدي لزيادة الارتفاع على الأسعار. الآن البيت السوداني والله يعني مغلوب على أمره، الناس خاشية على شهر رمضان المعظم وما في قوة شرائية خالص في الأسواق، أصلا مرتوا على السوق هذه القوة الشرائية ضعيفة جدا جدا.